المعنى منه هو صحيح، لأن أنا قلت قبل ما يقول هو اللي النظام أو شق من النظام حاول يعمل 7 نوفمبر جديدة، أنه شق من النظام يتخلص من الشق اللي كرهته ناس، ثم يرستور النظام كما عمل بن علي بالضبط، يعاود يتهيكل. ولكن المعنى الحقيقي ل14 جانفي ليس هذا، هو أنه 17 جانفي كانت انتفاضة الشعب، و14 جانفي كانت استجابة الأجهزة تاع الدولة. يعني وقت اللي الجيش يرفض إطلاق الرصاص على المواطنين ويرفض قمع المواطنين، وسمعنا أخبار بعد 14 جانفي مانيش عارف صحيحة ولا لا، اللي ثم انتونسيون بين قائد جيش البرسي الجنرال عمار رشيد عمار والأمن كذلك، تتذكر المظاهرة الكبيرة اللي الناس خرجت في الشبابك نتاع الداخلية الفرفورجي، ورغم ذلك يعني لم يتم إطلاق الرصاص، صارت ديبافيور شفتوها أحداث عنف، هل هي من وزير الداخلية أنا ذاك سي صلاح الدين فريعة أم هي تجاوزات من الأمنيين، لكن في العموم ما ثماش عملية قمع من طرف الأمن. أحمد فريعة وزير الداخلية وقتها. داخلية أحمد فريعة. صلاح الدين اعتذر له. ميسالش. دكتور زميلي. ميسالش. مجرد تصحيح. ميسالش. زلت ليسالش. فلا أتصور، لأنه سي فريعة نعرفوه قبل في الجامعة وكذا. المعنى هذا متاع أن الأجهزة تستجيب لرغبة الشعب في التظاهر الحر السليم للقضاء على النظام وعدم التورط في إطلاق الرصاص، قيس سعيد يحب يقضي عليه، ولذلك هي ثورة شعب بأجهزة الدولة متاعه، كذلك الجماهير قامت بدورها والأجهزة كذلك لم تتورط في القمع، فكانت ثورة حاول البعض أنه سيطرها. يعني هذا يا سي عبد اللطيف معناه يتجاوز القراءة، هذه معناه تتجاوز بأشواط القراءة الممكن المرقمة البسيطة متاع نهار 14 جانفي، المعارضة قد يش باش تخرج عباد في الشارع. أي تماما ثم مضامين، رأي تونس بلاد ثرية جدا فكريا وحضاريا، تصير فيها أشياء ذات بعد ودلالة حضارية عميقة جدا، ولا غرابة يعني احنا ملتقى الحضارات المتوسطية على طول التاريخ، اي حضارة في المتوسط كانت تونس قاعدة رئيسية لها، البيزنطية والرومانية والقرطاجانية والإسلامية والعربية وكل، فما امتزاج حضاري كبير يخلي الشعب هذايا يعني كيف يعمل شيء ديما لوج على البعد الحضاري في المسألة. فبالتالي انه يوصل جيش وامن ما يطلقش الرصاص على المواطنين، ومباشرة بعد الثورة الجيش يقول لك أنا جمهوري والأمن يقول لك أنا جمهوري، ومشاو الجيش للبرلمان للتأسيس يقولوا له حدد لي دوري في الدستور، حدد لي نحب نكون تحت السلطة المدنية وكذا. فقيس سعيد يريد أن يقضي على هذا المعنى، هل هو واعي بهذا أم غير واعي بهذا؟ ولذلك احنا سنحيي ذكرى انتصار الثورة ونحيي هذه المعاني، وكذلك نعبر عن رفضنا للانقلاب اللي قاعد يقود في تونس من الحضيض إلى ما تحت الحضيض. من أجل ماذا؟ من أجل هلمات وهيامات في ذهن السيد قيس سعيد، أقل شيء نقول تجاوزتها الشعوب بما في ذلك الشعوب العربية من الستينات. وبالتالي واجب علينا أن نحيي هذه الذكرى بأبعادها المتعدة، وستكون محطة رئيسية في مواجهة الانقلاب. وهنا وأكد أن جبهة الخلاص تفكيرها سلمي وعملها سلمي وقانون، لا تقبل أن تحرم من حقها في التظاهر كما حاولوا يمنعونا أمس في المنيهلة. سنفرض حقنا في التظاهر، ولكن تفكيرنا وإجراءاتنا سلمية. ما نخشاه هو ما صرح به أحد الناطقين باسم قيس سعيد أو يشبه أحد الناطقين، بأن جبهة الخلاص والمعارضة تحضر لأحداث عنف. نخشى أن يكون هذا مخططهم هم، وما أكد شكوكي وظنوننا ما قاموا به أمس في المنيهلة، أنه تجيك ناس وجوه واضح أنه لا علاقة لها بالسياسة، لأني أنا أنصار قيس سعيد من المسيسين أحترمهم أختلف معهم ولكن أحترمهم، لكن تجيك ناس تهدد وناس تضرب وناس تكون في الكلام البذيء كما اللي شفناهم نهار 26 جويلية قدام البرلمان، هذا يؤكد الشكوك أو يدعم الشكوك بأنهم ربما ينوون افتعال عنف. ولهنا تتحمل كل السلطات المكلفة بتطبيق القانون مسؤوليتها. البارح احنا شفنا
سلوك جيد جدا من قوة الحرس الوطني. حرس في تعاملهم مع الوضع رغم أنه قرار سلطة قيس سعيد بمنعنا وضعها في وضع حرج، ولكن تصرفت بما يشرف. أما سي عبد اللطيف جوست باش نحطوا الأمور في 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 إطارها باش اللي يسمعوا فينا يفهموا. فما كلام تقال على أنه جبهة الخلاص نهار 14 جانفي باش تعمل تحرك باش تحاول تأجج الوضع، وفما حتى شكون مشى إلى أن يقول اللي جبهة الخلاص في العشية أو في المساء ناوية تعلن على حكومة موازية وناوية تعلن على أشياء من النوع ذا. هذا الكلام اللي يتقال عن على لسان عدد من الأنصار. هذا كذب ومحض كذب، وعندما يلتجأ الخصم متاعك والمنافس إلى الكذب فاعلم أنه في أشواطها الأخيرة في النزاعات الأخيرة. احنا قلنا من زمان لن نحدث سلطات موازية، ثم شعب مقابل سلطة ظالمة، فهمتني؟ وبالتالي هما يخوفوا في الناس، يخوف فيك بالسيناريو الليبي وخوفك بالسيناريو الكذا، كما كان صاحبنا احنا قبل يخوف فينا يلزم التنازلات، رقعت تتنازل من رصيد الثورة والشعب وكذا، وهو يتنازل ويقول كذا يخوف فينا بالليبي، يودي شعب تونسي راه مسالم. فبالتالي الناس هذوما يكذبون، وشفنا برشا أكاذيب أخرى أو شبه أكاذيب. ليش؟ لأن الأكاذيب تلاهي الرأي العام. يعني أتسأل، الخبر اللي أعطاته وزارة الداخلية الناطقة باسم وزارة الداخلية كل مرة وقت لحبوا يأجوا الوضع ضد سي حمادي جبالي خلطوها معناها سحري وبحري، قالوا راه لقينا محاولة اغتيال للرئيس متورطة فيها جهة أجنبية وجهة داخلية، وراهم تجاوزوا مرحلة القرار فالتخطيط وتوغلوا كثيرا في مسألة التنفيذ. هكا ولا لا؟ ثم شي حاجة من هذا؟ ثم حد شيء. ولذلك إلى حد الآن، إلى حد الآن ما ثم حد شيء، ومش مش يكون ثم شيء على الأرجح، لأنه مدام أنت مسكتهم وبلغوا مرحلة متقدمة من التنفيذ نورمال ما توصل للقضاء، والقضاء يعطينا عليها فكرة، وقس محاولات الاغتيال الأخرى والأخبار وال500 مليار اللي خذاهم مسؤول في الفليجة وما دخلهمش وكذا. فبالتالي الشعبوية من خاصيتها أنا تكذب وتخلي الناس، وهذاك علاش لازم الانسان يتسلح بعقله ويتسلح بخبرته وباخلاقه باش ينجم يصفي معناها الغث من السمين. سي عبد اللطيف الماكن، نحب نرجع ل 14 جانفي، لانه اليوم فما معارضه اللي هي تدعو الى الاحتجاج يوم 14 جانفي، وفما سلطه اللي هي في حاله شبه نكران، لكن في المقابل فما مواطن في الوسط. في تقديرك هل ما زال يتلقى من هذا ومن ذاك اي شيء غير حاجياته اللي هو يقاسي فيها يوميا؟ شوف، البعض يحاول يروج الى وعي زائف، وهو انه العيش اليومي للمواطن مفصول عن الحياه السياسيه، وهو غير صحيح. هما متداخلان تداخل عضوي مترابطان ترابطا عضويا، وهنا شفنا بعد انقلاب قيس سعيد وما في الحكومات في السابق حتى خط احمر انه مساله التزود ما لازمش تتمس السلع الاساسيه. اليوم قيس سعيد مش خط احمر انا نشوفه فيه. فبالتالي ارتباط الوضع السياسي بالمعاش اليومي نتاع المواطن، وخلينا من الفكر والفلسفه، انا اعطيت مثال بسيط. ولذلك اليوم احنا كيف انطلقنا بالبصيره السياسيه وبالخبره السياسيه وبالمعطيات السياسيه، لان كانت تاتينا اخبار و و و و قلنا منذ 25 مساء هذا انقلاب وسيؤول الى والى والى هاك قاعد يتحقق تو. ثم ناس اخرى قالت لي مش انقلاب، هذه فرصه وما حقاش صارتك لكن فرصة. اليوم التحقت بينا، ثم منظمات قالت وكذا وكذا. اليوم بمنهجية، أنا تصرفت بمنهج السياسي، هو تصرف بمنهج النقابي، المواطن تصرف بمعاينة واقعه اليوم، الكل نلتقينا في نفس البلاصة أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر. وبالتالي كل هذه المعركة هي من أجل أن يرتب الملف السياسي ترتيبا يسمح للمجموعة الوطنية باش تتولها بالمشاكل الاقتصادية. اليوم اعطوني بلد في العالم فيه مشكلة سياسية رئيسية واستطاع أن يتفرغ إلى التنمية وإلى مخاطبة العالم حول مشاكلنا الاقتصادية. ولذلك قيس سعيد بعثر عقلنا، بعثر انسجامنا. ما ترش يا عبد اللطيف أنه مش ممكن زاد ترتيب هذا الملف السياسي على حد تعبيرك طالما ما اتفقناش على التشخيص الأول،
طالما ما قلناش اللي ما تفهمناش الساعة 25 جويلية، هل هو انقلاب؟ هل هو كانت فرصة وأضاعها النظام؟ كان تصحيح مسار؟ كان ما تراش أنه اليوم حتى ولو نعملوا نفس المعاينة على الوضع اليوم ما نجموش باقي نتفاهموا أو ننسقوا أو نعملوا نوع من أنواع الجبهة السياسية طالما نحن مازلنا ما شفناش أصول الموضوع؟ الأطباء مرات ما ينجموش يشخصوا حاجة في يعني في البطن بالأشعة، بالتصاور، بالتحاليل، بالفحص الفيزيك معناها البدني الإكزامان فيزيك، في الآخر ينجموا يضطروا إلى قرار يقولوا نحلوا نشوفوا بور إكسبلوري بور إكسبلوري تشوف بعينك. إحنا اليوم اللي يقول انقلاب واللي يقول فرصة واللي يقول مش انقلاب ولا كذا عناش طريقة أخرى لإيجاد حل غير الحوار، ما عناش فهمت؟ حتى كي مش نتفقوا ما هو التشخيص الأول يلزمنا نحكوا مع بعض، وذاك علاش من اللي صار الانقلاب قلنا انقلاب ولكن يقي سعيد يجي نتحاور. لكن هذه النقطة وين هذه اللي هو الاختلاف؟ تتحاور مع شكون؟ شكون يتحاور مع شكون؟ المجموعة الأصل كبير العيلة هو اللي من الناس اللي تحاور، وذاك علاش في البداية قلنا السيد قيس سعيد لما العيلة ذا ماش غيره ذا ماش غيره. وإلى حد الآن أنا أدعوه بكل يأس أنه يفتح حوار، يأس من هذا، والناس كلها ما يشي حاسمة فيه من نهار الأول، لكن حسمت بعد أن رفض، هو رفض الحوار قبل الانقلاب وتذكروا قصة اتحاد الشغل معه ورفض الحوار بعدين. هات نقعد ونتحاور، ما ثماش حرب أهلية ولا حرب بين دول ولا أزمة اجتماعية ولا أزمة سياسية ولا ولا ولا، تحلت بدون حوار، تحلت بدون حوار، ولذلك خسرنا عام ونص الآن وسنضطر إلى الحوار. سنضطر أي ما سيعمل تيف. فما زاد الطرح آخر اللي كلامك متفق معه تماما فيما يخص أنه مع وجود أزمة الحل ما ينجم يكون كان حوار، أما هات نتفق الساعة على وجود أزمة بالنسبة لمنظومة الحكم الحالية، فما أزمة اقتصادية اجتماعية لأسباب خارجية ولأسباب كذا، لكن على المستوى السياسي فما مسار سطرة ومنظم لحد الآن وفرحانين به، مع في دور أول ومزاوجي دور ثاني إلى آخره. يعني على المستوى السياسي يبدو أن منظومة الحكم الحالية لا تعترف أصلا بوجود أزمة. شوف، وهذا اللي يقول فيه قيس سعيد، لأنه قيس سعيد لا ينظر إلى الواقع، ينظر إلى دماغه، ماذا يجول في دماغه فقط. الوركو يزمك تشوف الواقع. هذا المسار اللي مشى فيه قيس سعيد ويعتبره ما فيش أزمة، حكم ضد المحكمة الإفريقية، حكم ضد لجنة البندقية، حكم ضد كل أساتذة القانون الدستوري التونسي. أعطيني أستاذ قانون دستوري يدافع توا بالفم والملاع على ما قام به قيس سعيد، بما في ذلك اللي اشتغلوا معه سي أمين محفوظ وسي صادق بلعيد وسي يبدو انه مازال معاه واحد بركة ما ظهرش اسمه، سي محمد صالح بن عيسى ما نعرفش مازال معاه ولا حتى سي صغير الزكراوي، الى اللي معناه موقفه الان مخالف تماما 180 درجة قيس سعيد. هذا كل بالتالي هذه من ناحية القانونية والدستورية الناس حكم ضده. وعليش هو ما حبش يعمل المحكمة الدستورية اللي عملها هو في دستوره متاع 22؟ لانه خايف ان تزيد تحكم ضده، فهمت؟ خايف ان تزيد تحكم ضده، وبالتالي هو عمل البرجات دستورية، عرفته توها يعمل لنا في البرجات على المظاهرات بالحديد، وعمل برجات دستورية باش ما يوصل له حتى واحد. المحكمة الدستورية اللي ممكن توصل له عمل لها براج ومانيش مش عاملها، رغم اللي هو في اكثر من تصريح قال ستكون جاهزة قبل الانتخابات. اثنين، قيس سعيد لم ينجز شيء، هكذا تشوفوا فيه ديما التالي مش القدام. يعني التوانسة اصبحت حياتهم اليومية يلوجوا على 7 أو 8 مواد اساسية للأسف الشديد، وبعضها مش حيوي، حيوي أكثر من حيوي كما الحليب بالنسبة للوليدات الصغار. ثلاثة، قيس سعيد بعدت عليه الجماهير، هو تو يحاول يجوها مورتير المقاطعة الكبيرة اللي صارت في الدورة الأولى، ولكن رأي مقاطعة بكل المقاييس بكل الشهادات. يعني قالوا لي سونتر كارتر يقول اللي يشاركوا 5% مش 11%، وثم اللي يحكي مانيش عارف شنو مصدره 2%. انا ناكد لك 2% صحيحه بمعاينتي انا، لاني نهارتها من تونس لصفاقس ومن صفاقس لتونس، وتوقفت قدام المراكز وشفت ما ثم حد شيء، ثم حد شيء.
مالغري سا اذا الجماهير مقاطعه، السياسيين مقاطعه بما في ذلك انصاره، الحكم الدستوري على الافعال نتاعو. ايه شنو المعنى الاخلاقي والسياسي والوطني للسيد قيس سعيد وقت يستمر يقول لا ما ثم حتى شيء وكل حاجه احتكار وكل، وهو دخل في الميكانيزمات القديمه نتاع بورقيبه ونتاع بن علي نتاع نحي وزير وزير التجاره، لقات فلوس باش تستورد المواد الاساسيه وقالت لا. يعني ولينا التوانس يتبادلوا خبره، وجاء بطو بنه وجاء بطو سكر وجاء وقت اللي كانت قبل ما تسمعش بيه نون ايفينمون. فبالتالي هو احدى مشاكله الرئيسيه هو انكار الواقع، هو ينكر الواقع. ثم ديوان رئاسي من غير مدير، ثم ديوان رئاسي من غير مدير، ثم نظام رئاسوي كما العمل هو وسلطاني مش رئاسوي، ما ثماش مسيو ايكونومي، ما ثماش مسيو مستشارين، ما ثماش مستشار دبلوماسي، ما ثماش ثم ظن مستشار دبلوماسي ما عادش يظهر. فهمتني شو باش يتسير من القصر، باش تسير في الحكومه. ولذلك راهو الدوله التونسيه قاعده تتهرس في المفاصل نتاعها بسبب الارتجاج اللي قاعد يعمل فيه السيد قيس سعيد، ورو ما فاتش الوقت باش الانسان يقول نلجا الى حوار نعمل كذا. هذا اسلم سيناريو، لكن اذا كان هو يبقى رافض، على الاطراف الوطنيه جميعها ان تتحاور وان تجد حلا للبلاد. علما وانه عدد من المبادرات فيما يخص الحوار تستثني جبهه الخلاص. شوف لا يستثني جزء من الشعب التونسي لن يصل إلا إلى انسداد. معناها ماهوش من حق حزب يستبعد حزب، ومن حق وماهوش من حق منظمة تستبعد منظمة، والعكس في الكروزمو. ما معنى أنك تقول أنا مش نعمل مبادرة تحدد مستقبل البلاد وأستثني منها الأحزاب وقت اللي هي جبهة الخلاص أكثر طرف قاعد يحشد في الشارع؟ هذا منطق أنه يكون حاجة متاع تكتيك متاع مرحلية متاع كذا، ولكن لا يمكن أن يكون جزء من الشعب التونسي يسوغ حل لكل الشعب التونسي بإقصاء الشعب التونسي، إلا أن تكون منتخبا، مؤسسات البلاد برلمان رئاسة حكومة تكون منتخبة قدام الناس بشراكة المجتمع عبر الأعلام عبر المجتمع المدني. أوكي هذه مؤسسة تقر، أما في وضع كما هذا مأزوم أنه جي طرف أنت حكمت على روحك بالفشل منذ البداية، حكمت على روحك عندما تقصي حكمت على نفسك بالفشل منذ البداية. وهذا نقول لك أكثر، هب سيبوزون كو تجي منظمة أين كان المنظمة ويورطوها، لأنه ثم جهات تدفع إلى هذا الحل، جهات خارجية تدفع إلى هذا الحل، أنه حل يستبعد القوى السياسية لأن تحب تتعامل، لأن القوى السياسية يا حبيت ولا كرهت هي الدماغ اللي يفكر للبلاد اللي ينتخبوه واللي يوقف في المعارضة والكذا، تحب تتعامل مع البلاد من خلال حكومة تكنوكرات تقبل بالإملاءات، ما تحبش قدامها حكومة سياسية عندها أن بروجي وتقول هذا يجي وهذا ما يجيش ونتعامل معك منطلق السيادة الوطنية. واللوبيات الداخلية الفاسدة تحب برشا حكومات التكنوكرات لأنها تلقاها بلا عمق وبلا غطاء وبلا كذا. إذا كان أنت تعمل حل يستبعد القوى السياسية باش تزكي لهم حكومتهم تكنوكرات وباش تعطيها مان ليبر باش تخدم، بعدين تمشي في خيارات غير اجتماعية وغير شعبية وكذا، جيت تتكلم يقولك ما كنت اللي زكيتها، مقابل في البداية يقولك لا تو تتحاور معاك وتو كذا، بعدين مش تحاور معاك ومش مش ترجع لك. ولذلك كنار الجمعية متاع الدفاع الديمقراطية اللي ترأسها سي العيشي الهمامي عملت ندوة في أحد النزل في المركز العمراني الشمالي حول علاقة الأحزاب بالمجتمع المدني، وكان من أبرز المحاضرين فيها سي البوغانمي أيمن البوغانمي وسي بن عاشور عياض بن عاشور. ما فماش كما يقولوا فيها شيء نجم يمشي في البلاد دون تداخل هذه المنظمات والأحزاب والعلاقة، لأنهم الزوز يعطيه أفضل النتائج متاعهم ويعطيه معناها أفضل الإطارات متاعهم مقتاش وقت الحرية والديمقراطية. وبالتالي الخيمة اللي تخلي المجتمع المدني والمنظمات والأحزاب يعطيه أفضل مردودية للمجتمع هي الديمقراطية. وبالتالي مش ممكن نصلح الديمقراطية نستعيدها ونصلح العيوب متاعها دون تعاون بين هذه الزوز. تعليق على تصريح لأمين عام مساعد في اتحاد الشغل كون المنظمة الشغيلة ما هيش بشكون حاضرة في احتجاجات 14 جانفي يخصه. احنا بنينا موقفنا سواء كان في حزب العمل والإنجاز أو في جبهة الخلاص
على احترام المنظمات في مقدمتها اتحاد الشغل واحترام إرادتها، نعرفوا اللي منهج العمل نتاعها مش منهجنا احنا، وعن منهجنا احنا كسياسيين، ونعرفوا اللي عندهم ظروفهم وعندهم الى غير ذلك، يكونوا حاضرين هذا شأنهم، ما يكونوش حاضرين هذا شأنهم. ما يضعفش هذا التحركات؟ لا لا لا، في دلالتها السياسية لا يضعف، في دلالتها السياسية. هل اليوم الشارع هو اللي سيحسم الموضوع في تقديرك ولا فتناها؟ معناها الفترة اللي الشارع هو اللي حرك، لأنه اليوم حتى الشارع أصبح لا يتحرك بالشكل اللي كان عليه في سنوات الثورة الأولى. الشارع يتحرك بطرق مختلفة، فيها اللي يهبط المظاهرة، وفيها اللي يعبر على القلق متاعه في السونداج في الانتخابات، في كيف يقابلك معناها في الشارع. لكن أغلبية العامة للشارع التونسي هي أغلبية قلقة الآن، سواء كان اللي يهبط وإلا اللي ما يهبطش. ولذلك الشارع دوره هو يذكر بأن هنالك انقلاب ويطالب بعودة الديمقراطية، والبقية على الفاعلين العمومين سواء كان سياسيين أو غير سياسيين. تترقب مواجهات نهار 14 جانفي؟ أتمنى لا، أتمنى لا، خاطر أنا البوليس ولا عون الأمن اللي نشوف فيه مقابل هذا نجم يكون جاري، نجم يكون كان زميلي في الثانوي، نجم يكون كان كذا، هو بيدو يتضرر عندما تغيب الديمقراطية، عوضا وقت الديمقراطية يمشي بالقانون وعرفه الحقيقي هو القاضي، فهمت؟ يولي لقدر الله وقت الاستبداد يمشي بالتعليمات. وذاك علاش قلت أنه قيس سعيد يحب يبدل دولة القوانين إلى دولة التعليمات، وهذاك علاش توا يجي مسافر برا يقولوا له ما تسافرش، علاش تعليمات؟ مثل ما يش حكم قضائي، قلة قليلة فيها حكم قضائي. جزيل الشكر لي كمين عام حزب الإنجاز والعمل. العمل والإنجاز، العمل قبل الإنجاز. معقول ينجم يكون ثم عمل دون إنجاز. جزيل الشكر. شكرا. مرة أخرى سي عبد اللطيف المكي ضيف لي انترفيو نشرة مفصلة للأخبار.